هكذا وجد الآلاف من سكان منطقة المرير مركز مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة أنفسهم مجبرين على التهجير من قراهم ومنازلهم تحت قوة سلاح ميليشيا الحوث الإيرانية وعناصرها الإرهابية. مديرية جبل راس الآن تعاني كارثة إنسانية لم ينتبه لها الإعلام إلى اليوم. هذه الكارثة تتمثل في أن ميليشيا الحوثية يعني هجرت قرى بأكملها. طبعا المرير هذا هو مركز المديرية الأصل الرسمي، هذا المركز مكتظ بالسكان وبه عدد من القرى، تعداد السكان فيها يزيد عن 5000 نسمة. كل هؤلاء هجرهم الحوثة من بيوتهم وشردوهم علما بأن هؤلاء المصدر الوحيد لهم هم مزارعهم، فتركوا مزارعهم وتركوا مواشيهم وتركوا بيوتهم وأصبحوا الآن مهجرين مشردين، والسبب ميليشيا الحوثي التي شردتهم. أصبح مركز المرير قرى خاوية على عروشها عدا قلة من الناس متشبثة بمنازلها، والخوف والرعب يسكن حدقات الكبار والصغار. وقد اقتحمت ميليشيا الحوث الإيرانية بالقوة القرى والمنازل وأجبرت مئات من المواطنين على النزوح وأخلت المدارس من التلاميذ، لم يتبقى سوى سبورات في العراء كان يعلم فيها معلمون متطوعون التلاميذ. ترك كل شيء في عهد ميليشيا الجهل والتجهيل والتخلف والكهنوت. المرير اليوم تعيش حالة إنسانية صعبة، المرير الآن تعيش يعني كارثة، دخلوا إلى البيوت وخرجوا الناس بالقوة، وأصبحت المرير التي كانت مكتظة بالسكان وهي مركز المديرية الأصل أصبحت خاوية على عروشها، والسبب أن الميليشيات الحوثية هجرت كل من كانوا فيها. مديرية جبل راس. كانت القوات المشتركة تقدمت إلى مقربة من مركز مديرية المرير لتحرير مديرية جبل راس والتوغل باتجاه العدين بمحافظة إب. بعدها توقفت العملية العسكرية بعد مبادرات دولية، لكن ميليشيا الحوث الإيرانية كعادتها تستغل الهدنة الأممية ومبادرات الحوار للإمعان في انتهاكاتها وتوسعها في جرائم القتل والتهجير وزراعة الموت. يحدث ذلك على مرأى ومسمع المجتمع الدولي ولجانه الميدانية في الحديدة الذي يتهمها سكان تهامة بالتواطؤ مع الميليشيات وقد صمتت على جرائمها. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.